مالك يا حبيبي؟ مفيش. شكلك عايز تقولي حاجة. لا مفيش، موضوع بسيط كده، ما تشغليش بالك انتي كده برضو تخبي عليا. قلتلك مفيش. ايه ده، مراد حبيبي يخبي عليا انا؟ ده انت بتقولي كل حاجة، في ايه؟ الصبح في مندوب من الشركات اللي بنتعامل معاها راح البنك وقالوا ان كل الشيكات اللي عليها توقيعي صرفها موقوف. يمكن غلطه في البنك، بكره الصبح اروح اشوف فيه ايه. لا يا حبيبي، بس البنك مش غلطان. يعني ايه؟ يعني انا اللي لغيت كل التوكيلات. وانتي ليه تعملي حاجه زي كده؟ اهو تغيير بقى. انا مش بهزر، انتي ازاي تعملي حاجه زي كده؟ دي قصه طويله قوي. المهم انا عندي شويه صور نفسي ان انت تتفرج عليها. صور ايه؟ بقولك الشيك رجع من البنك، يعني انا شخصيا في مشكله وتقولي لي صور؟ ما هو يا حبيبي لو انت تتفرج على الصور هتوفر عليا وعليك نص الكلام، ولو على الشيكات والشغل انا اللي هتصرف في الموضوع ده. بعدين معقوله يا حبيبي في واحده ست تضيع جوزها حبيبها؟ ممكن نتفرج على الصور بقى عشان خاطري. من زمان، تقدر تقول من اول يوم. سلطة انت راجل محتاج ولد يشيل اسمك، بس مش دي يا مراد. يعني انت كنت بعت ورايا جواسيس طول الفترة دي؟ حقي، لما الموضوع يبقى فيه خيانة يبقى حقي احمي نفسي وبيتي ومجهود بابا. وانا ما قصرتش في اي حاجة في الشغل، واخدت حقك واكتر ولا ايه؟ حسبتيها كده؟ انت اللي خليتني احسبها كده. وطلباتك؟ الهانم تسيب الشقة والشركة وحياتنا للأبد. حاضر. هي أوامر تانية؟ ده مبدئيا، بعد كده نشوف هنعمل ايه. حاضر يا ناس، سيبيني انا هتصرف. مراد، لو عايز تثبت لي انها نزوه نفذ من بكره عشان خاطري. انا ما قصرتش في اي حاجه بخصوص الشغل، واخدت حقك واكتر ولا ايه؟ طلباتك؟ الهانم تخرج من شقتك ومن الشركه ومن حياتنا كلها وللابد. سيبيني ارتبها. تنفذ من بكره الصبح. شكلها فلتت منك يا ابن عم الشربيني، وبعد ما افتكرت انك خلاص طالع السما هتنزل على جدور رقبتك.